الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمن كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ورسل أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك برضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله، آمين آمين يا رحمن، آمين آمين يا رحيم.